يعني مش رح نشرح كثير عن جالا، ولكن جالا بنقولهم احنا هاي الروح تاعت الشركه. جالا جيلاتو بوتيك هي البوزه الايطاليه، جيلاتو الايطاليه مصنوعه من المواد الطبيعيه، فيش فيها مواد حافظه، تصنع بشكل يومي. عندنا المصنع قدام الشخص بيقدر يشوفه وهي عم تتصنع. كل موادها 60% من المواد المستخدمه فيها هي فواكه طبيعيه، فجيلاتو صحيه، كالوريز فيها قليله مع انها هي كثير زاكيه، فلما تدوقوها رح تحسوا الفرق بينها وبين اي شيء. الشيء الثاني اللي عندنا اللي هي ال تشيز كيك فاكتوري، او التشيز كيك فاكتوري هي هنا، هي ماركة رقم واحد عالميا بالتشيز كيك، بيتم استيرادها. وعندنا احنا طبعا تقدر تشتريها على شكل قطع، او تقدر تشتريها على شكل قوالب تاخذها معك على البيت تستفيد منها، فالها بالاضافه الى عده مصنف. هذه بتيجي مفرزه، بتيجي مفرزه، انت بس بتفتحها وبتهم منها القطع بتقدمها، يعني بتقيمها بس قبل فتره كثير قليله. اما البوزه بتتصنع هون، البوزه هي المصنع، هذا الفاكتوري اذا بتقدر تشوف هون كله، هي المواد. تعال هاي المصنع عندنا تاع البوزه، جعفر الشيف دول كلام، يعني مش من علمنا جعفر، احنا طبعا هاي حدا كلام، يعني علمناه وجبنا عنده كل احترام مشان انه هذا بصنعها يوميا. هذا اللي بتشوفوها التصنيع، يعني اليوم او امبارح في الليل اظن مشان يلحق ما صنعش اليوم، بس يوم يوم بتتصنع، حتى اللي بيضل بتصنع مشان يفرش وتشيلش يوم يوم، ما يضل مشان ما يصيرش. هون هي العمليه، يعني هذا صنع دور كلام، يعني مش صنع. طبعا الاصناف الموجوده بجانا كثير صعب تلاقيها باي مكان ثاني، يعني هذه مخصصه بس لجانا، يعني زي البحر، زي الشوكولاته الداخل، هاي حاليا من حليب. طبعا عندنا هون كل الاطباق، يعني عندنا اساسيه من الحليب، له بيقدر ياخذ، عنده سكري، له شيء معين، فكل شيء بحسب الاحتياجات تاعت الناس اللي موجوده. طبعا في عندنا نوعين، في عندنا بتصنع الاساس تاعها حليب، وفي عندنا بتصنع اللي هي احنا بنسميها سوربيه، اللي هي بتكون اساسها مش حليب، بتكون فواكه. فبتقدر تشوفوا هون درجة حرارته ثابتة، في شيء احنا للفرايز والبطاطا، في اشياء للبيتزا، عندنا طبقتين، هذا عبارة عن فرنين مش فرن واحد، بنقدر يعني نستغني احيانا مع الفرن. في شيء مميز كثير منيح، هو كمان موفر للكهرباء، لما ما بيكون في جوات اي عجين في التايمر واقف لحاله، هو موفر للكهرباء اصلا ما بصرف كثير. سرعته من وليد 6 دقائق، 6 دقائق سرعته، اللي هو التايم اللي بتشخص فيه. والله احنا سعداء اكثر منكم، واحنا بنتشرف في هذه المدينة الطيبة اللي اهلها طيبين، مدينة العلم. تقول كريم بتعرف، وانا شباب صغير كنت اسمع عن هذه المدينة، استاذي الاساتذة اللي درسوني، والله انا خريج بيت تقول كريم، استاذ انا خريج يعني خدوري، وتقول كريم في مخي من ولا عمري 6 سنين، لأنه بتعرف مدينة الكرم مدينة عريقة ومدينة العلم ومدينة المحبة. وإحنا اليوم إن شاء الله بنفتتح الشركة العربية للمطاعم والوجبات السريعة، ستفتتح بيتزا هات في الكرم، وقالة بوتيك جيلاتو، وعندنا برضو تشيز كيك فاكتوري. وبتعرف انه هذول ماركات عالميات، احنا بهمنا ان نفتح في طول كرم، وزي ما انت شايف هي الكافسي
مع المطاعم صار يعني مجمع مطاعم في فلسطين, مجمع مطاعم عالمية في فلسطين, بس في مكانين, هو في طول كرم وفي أريحة, يعني مجمع المطاعم, وإن شاء الله يلاقي إعجاب أهل البلد والإخوان من 48, وإحنا نتشرف نتشرف. عبد عون الله المدير العام للشركة العربية للمطاعم والوجبات السريعة والشركة العربية للمثلجات. طبعا اليوم الشركة بتفتح الفرع 21 لإلها في محافظة طول كرم. بهاي الفرصة منهني مواطني طول كرم على افتتاح الفرع الثالث للشركة. عندنا طبعا اليوم فرع كي اف سي موجود, عندنا فرع بيتزا هات اليوم رح يفتح, وفرع البوزة جالا جيلاتو بوتيك. الشركة اليوم بتضم 21 مطعم موجودات, 11 فرع كي اف سي, 7 افرع بيتزا هات, وثلاث افرع جالا جيلاتو بوتيك, باكثر من 700 موظف. طبعا هدفنا انه ان شاء الله نخدم ابناء الوطن, ننمي الاقتصاد, نوطي نسبة البطالة اللي موجودة في البلد, ونقدر قد ما نقدر انه نقدم افضل خدمة وجودة للأكل, للنظافة, للأمن الغذائي للمواطنين في محافظة طول كرم. فكما مرة منهني مواطني طول كرم على افتتاح الفرع الثالث للشركة. إن شاء الله منكون عند حسن ظنهن وثقتهن نقدر نقدم أكبر خدمة. طبعا تميزنا هو في الجودة العالية في المنتجات, في استخدام كل المنتجات فريش طازة, في الرقابة وتدريب للموظفين, واستمرارية دائمة في التوسع والتطور والتحديث. زي ما انتم شايفين هنا أفضل تصاميم موجودة عم نستخدمها بكل فرع, كل مرة منحاول نجدد ونقدم أكثر وأكثر لحتى نقدر نكون عند حسن ظن وثقة المواطنين. بهاي الفرصة طبعا بدي أشكر موظفي الشركة العربية للمطاعم فردا فردا على إخلاصهن وعلى انتمائهن للشركة وخدمة الشركة بأفضل طريقة ممكنة. بدي أشكر تلفزيون السلام على قدومك لهون ومشاركتنا اللحظة. أهلا وسهلا فيك وشكرا, شكرا على المقابلة. أنا صالح أحمد محمود مصلح من دير طريف قرب اللد لاجئ, أسكن مدينة رام الله من سنة 1948. تعلمت فيها, تخرجت من رام الله الثانوية والتحقت بدار معلمين عمان عام 56, ثم عينت معلما في دار معلمين حوارة إربد, وبعدها انتقلت إلى الضفة الغربية في أريحة, ثم من بعد 67 رحت على دار المعلمين بيت حنينة, ثم انتقلت إلى رام الله مرة أخرى وعدت إليها مديرا ومعلما فيها حتى عام 1982, حيث اختلفت مع الحاكم العسكري وكان أمر عسكري بإنهاء خدماتي. إيش الرسالة اللي بتوجهها لأسرة الشركة العربية وللحجة دي بكري وشركائه؟ هذه الشركة نبعت من صميم المعاناة فيها. أبنائي خرجوا إلى أمريكا واشتغلوا هناك, ثم عادوا إلى البلد ليخدموا في البلد, لأنه لا بد أن يعودوا للبلد, وأنا كنت حريص على أن يعودوا للبلد. في عام 1998 عادوا إلى البلد, منهم ابني نادر وأخوانه, وتعرفنا على الحاج أديب البكري وعلى أبو عارف صاحب مصنع الهلال, وكان سعى أبو صالح نادر في مع زملائه في إنشاء هذه الشركة العالمية اللي هي الكي اف سي والبيتزا هات فيها إلى دخولها, إلى وسعوا جاهدين بجهد طويل حتى استطاعوا أن يقنعوا هذه الشركة بأن تدخل إلى رام الله على أنها شركة فلسطينية عربية, وليس لا أي علاقة لا إسرائيل ولا لأمريكا, وإنما هي باسم فلسطين, دولة فلسطين. وكان تم الاتفاق مع هذه الشركة وبدأوا الفرع الأول في مدينة رام الله, وبرعاية الله والحمد لله توسعنا وحتى عمت جميع أنحاء الضفة الغربية, حتى أصبح ما يعادل حوالي 20 فرع بين بيتزا هات وبين كي اف سي في مدن الضفة الغربية المختلفة, وفي تقدم مستمر إن شاء الله حتى يخدموا هذا البلد, حيث يعمل فيها أكثر من 700 عامل من أبناء فلسطين, ونتاجها كلها فلسطيني 100%. يعني احنا بنشكرهم اللي قائمين على الشركة, شركة عربية للأغذية العربية للوجبات العربية السريعة, اللي احنا بنتعامل مع هذه المسألة انها هي توسع جديد للمشروع, وايضا بعطينا مؤشرات انه في فرص استثمارية في هذه المحافظة. احنا بنشكرهم, هاي الى علاقة
في الحد من تدهورنا في موضوع البطالة، وأيضا جاذبة للسياحة وجاذبة لأهلنا في المحافظات الأخرى. شكرا لهم، وهذا ما اعتدنا عليهم، وإن شاء الله يكونوا بالتوفيق إن شاء الله. باسمي وباسم أعضاء الغرفة التجارية عموم تجار محافظة الكرم نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأسرة مجموعة الشركات، ومن ضمنها اليوم افتتاح بيتزا هوت في طول كرم، هو الأول افتتاح في هذه المحافظة العتيدة إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون في خير محبي وسلام على هذه المنطقة بإذن الله، وزيادة استثمارات وزيادة التسوق بشكل عام. وكذلك في هون برضو لنفس الشركة في افتتاح لصناعة البوزة الإيطالية الأصلية بالفلع الآخر، وهذا بلا شك تعزيز الاستثمارات في هذه المحافظة، وسلسلة المطاعم العالمية أنها تفتح في محافظة طول كرم هذا كتير مهم بلا شك، وهذا بيعزز التسوق وبيجلب المتسوقين من الداخل الفلسطيني أو من بقية المحافظات بشكل عام. والحمد لله احنا كسابقا فتحنا الكي اف سي اللي هو أكبر كي اف سي على مستوى الوطن في محافظة طول كرم، واليوم في إضافة لهذا المشروع لنفس الشركة اللي هو البيتزا هات إن شاء الله بتكون إضافة نوعية بإذن الله، وبتترك أثر إيجابي على التشغيل في هذه المنطقة، واللي بتساهم بالتحديد في تخفيف البطالة وتشغيل أبنائنا. وأنا اللي سعيد فيه إنه جميع العاملين من محافظة طول كرم، وهذا كل احترام اللي إحنا نقدر برضو نشغل أبنائنا وبناتنا بشكل عام. نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. في البداية سعد مساكم جميعا، إحنا اليوم أفرحنا في تنظيم حفل افتتاح بيتزا هات، بيتزا هات العالمية. إحنا اليوم في مدينة طول كرم نشرك بشمس جديدة بهالافتتاح المميز، الافتتاح اللي بيضيف نقلة نوعية في عالم البيتزا في مدينة طول كرم. احنا جدا سعداء افراحنا بتنظيم هذا الحدث المميز، والف الف مبروك لمدينة طول كرم اولا، وثانيا لإدارة بيتزا هات العالمية.